الحديث المتقدم قال أنس فهي سنة فهي سنة، قالها ثلاث مرات، ما السنة هنا التي أرادها أنس؟ اليمين في اليمين، اليمين في اليمين. السنة هنا ابتداء الشرب بمن طلب أو الأكبر ثم من يمينه، هذه هي السنة، وليست السنة الابتداء باليمين، وإنما السنة ابتداء الشرب أو الأكل بمن طلب أو الأكبر ثم من يمينه ثم من يمينه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: لا أعلم أصلا للبداءة باليمين في السنة مطلقا في المجالس ونحوها، وإنما يبدأ بالأكبر ثم من بعده عن يمينه. نعم.